أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند استعراض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنجازاته خلال السنوات الماضية، ذلك في خطاب بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني. مع ضيفي مشاهدينا الكرام، أولا عبر الأقمار الصناعية من نواكشوط السيد صالح ولد دهماش القيادي في الأغلبية الحاكمة والمستشار الإعلامي لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. سيد صالح ولد دهماش، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا على تلبية الدعم. أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا وانت ايضا بضيفي في الاستوديو في الجانب المقابل، مرحبا بك السيد محمد الزحاف الناطق الرسمي باسم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المعروفة بحركة إيرا. سيد محمد الزحاف، اهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. اهلا وسهلا. مرحبا بكما اذا، ونبدا مباشره في صلب الموضوع عن حصيله مأموريتين خلال هذا الخطاب. الرئيس يقول ان موريتانيا قطعت خطوات هامه على طريق التقدم والنماء، تحققت فيها انجازات كبيره في كل المجالات: الصحه، الطاقه، البنيه التحتيه، النقل البري، الجوي، البحري، وعرفت البلاد خلال هذه العشريه نهضه تنمويه شامله، كما انها تبوأت مكانه مرموقه بين الدول، وأصبح دورها في منطقتنا العربية والإفريقية متميزا وفق تعبيرها. أطرح عليك سؤال أولا سيد صالح ولد دهماش، هل هذه هي الصورة حقيقة في موريتانيا أم أن ربما في الأمر مبالغة نوعا ما؟ تفضل. أهلا وسهلا. بالمناسبة أهني كل الموريتانيين بمناسبة عيد الاستقلال، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. مرحبا. أنا أؤكد أن في جعبة الرئيس محمد بن عبد العزيز وهو في نهاية مأموريته الثانية سلة إنجازات كبيرة ماركتها المسجلة هي لأول مرة مطارات كبيرة، لأول مرة روكمت الإنجازات على أكثر من صعيد: البنى التحتية، عودة موريتانيا إلى محيطها الإقليمي والدولي واستعادتها لمصداقيتها، تحول البلد من بلد مهدد بالإرهاب بالكاد لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إلى شريك فاعل على المستوى الدولي والإقليمي يساهم في استتباب الأمن والاستقرار على مستوى القارة على الأقل من خلال قواتنا التي تشارك في قوات الأمم المتحدة العاملة في وسط إفريقيا وفي ساحل العاج قبل ذلك. أعتقد أن الإنجازات التي حققها فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز يعجز الحصر في برنامج كهذا عن تعدادها أو عن المرور بها كاملة. ضف إلى ذلك أن جميع على جميع المستويات حتى المتعلقة منها بتكريس الحريات والممارسة الديمقراطية، وسنأتي على ذلك لاحقا، كرس محمد بن عبد العزيز. نعم، أستسمحك الآن، أنا سنأتي على ذلك لاحقا، وهذا محور هام أيضا خلال هذه الحلقة. أحيل الكلمة للسيد محمد الزحاف الناطق الرسمي باسم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا. إذا ضيفي يتحدث عن إنجازات يعجز حصرها وسلة إنجازات يقول ماركتها مسجلة لأول مرة، ويضيف بحديث عن هذه الإنجازات أن موريتانيا أصبحت فعلا شريكا فاعلا على المستوى الإقليمي والدولي، ويشيد بهذا الاستقرار الأمني الذي تنعم به موريتانيا مقارنة حتى بدول الجوار. ردك على ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا. أود بدوري أن أهني الشعب الموريتاني بنهاية نظام محمد عبد العزيز، نهاية مأموريته الثانية. لم تنتهي بعد. يعني حتنتهي، يعني أهنئ الشعب الموريتاني بنهاية مأموريتي نظام جحيم نظام محمد عبد العزيز، كما أهنئهم بعيد الاستقلال الوطني الذي لم يعد له طعم لدى الموريتانيين، لأن هناك ناس قتلوا في 89، وهناك اعتقالات، وهناك يعني سجناء رأي من ضمنهم نائب معروف، يعني سنتي على في الشق الحقوقي، يعني يتحدث عن الانجازات يعني الاقتصاديه والتنميه. لا، وقال انها لا يمكن حصرها، ولكن انا يمكن احصرها في تفشي الفساد، في يعني في ماذا تحديدا عفوا؟ يمكن حصرها، وقال الناشط انه لا يمكن حصر هذه الانجازات، لكن انا يمكن ان احصرها في نقاط يعني قليل. نعم. اولا تفشي الفساد. نعم. وهذا الفساد يعني تفشى في الرئيس ومقربيه، يعني
ثانيا تعرف القواعد دائما في هذه الحلقة بأننا لا نلقي بأي تهم جزافا، فقط نسحب هذه الكلمة ونواصل. يعني يمكن يعني اعبر عنها بطريقه اخرى، يعني تفشي الفساد يعني في مموليه الرئيس محمد العزيز من بدايه تسميه السلطه عنوه بانقلاب عسكري على نظام ديمقراطي 2008. هذا النظام يعني جاء يعني وكانه نظام يرسخ، جاء لترسيخ يعني الفساد. ثانيا بالنسبة للحريات، يعني لا الحريات، نتحدث عن الإنجازات تلك التي هي موجودة في قطاعات الصحة، الطاقة، البنية التحتية، النقل البري، الجوي، البحري. الصحة هو نفسه يعني تعرض لطرق ناري وتم نقله على 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 الفور الى فرنسا للتداوي، ورئيس البرلمان الحال الشيخ رباية تم نقله بعد حادث بسيط كان يمكن ان يتداوى في اي قريه من قرى المغرب او السنغال، تم نقله الى فرنسا على وجه السرعه لانه لا يوجد هناك مستشفيات يمكن التعالج فيها. اذا كان الرئيس ورئيس مجلس البرلمان لا يمكنه التداوي في مجتمع، يعني هذا تكذيبا. هذا يعني انا اقول لك وانا واخي انا اتكلم شقيقي الان موجود بدكار في مستشفى يعني في دكار يعني للتداوي. كل الشعب الموريتاني موجود في التداوي في الدول المجاورة. اسمح لي ان اعود الى ضيفي حتى تكون التعليم حتى سيطول الحديث حتى اكون منصفا من حيث الوقت. اعود للسيد صالح ولد هماش. ضيفي ربما تحدث عن مجال الصحه فقط وكان يرى في الحديث عن مجالات اخرى، ولكن يقول ان هذه الانجازات غير صحيحه ومردود عليها، بل يذهب الى ابعد من ذلك، يقول لك ان هذا العيد، عيد الاستقلال، لم يعد له طعم في موريتانيا بسبب تفشي الفساد. واستطلعنا حتى الاراء خلال النشرة المغاربية، ثمة من المعارضين من يقولون إن الفساد تمت خصصته وأصبح في المحيط الرئاسي الضيق. ما ردك على كل ذلك وعلى ما قاله ضيفي سيد صالح ولد دهماش؟ تفضل. ليس صحيحا. إذا كنا نتحدث عن الإنجازات، أنا قلت أن الماركة المسجلة عنوانها هو لأول مرة، لأول مرة تمتلك موريتانيا مطارات بمعايير ومواصفات دولية، لأول مرة تمتلك موريتانيا بنية تحتية في المجال الصحي وطاقما وطنيا صحيا وسياسة واضحة في مجال التغطية الصحية، لأول مرة تمتلك موريتانيا موانئ بمواصفات عالمية، لأول مرة تمتلك موريتانيا دولة جيشا متكاملا. ما تعليقك على خطاب ضيفي إذن؟ يشهد لها القاسي. ما تعليقك إذن على خطاب ضيفي الذي يستغرب تداوي مسؤولين موريتانيين في الخارج؟ بالنسبة لنا نحن أنا أحترم ضيفك وأفند ما قال جملة وتفصيلا، وأعتبر أنه قرأ آراء سمعناها أكثر من مرة، ولا تعد كونها اشترارات من الإخوة المعارضين الذين هل يمكنك لم يجدوا آذانا صاغية لدى الشعب الموريتاني. اسمح لي لحظة، أنا تركت تكمل على الأقل على الأقل نتعلم آداب الحوار. ومتحمس ومتحمس فقط لرد سيد الدهماش. بس يكذب عني أن رئيس جاء هنا تداوي. لا أنت قلته هذا الكلام، يكمل فكرته سيد الدهماش وأعود إليك وفيك حقك من حيث التداوي. تداوي الرئيس أو غيره هذا ليس دليل، هذا ليس دليلا. احتياج أي شخص لدولة أجنبية يتداوى فيها هذا ليس دليلا كافيا على أنه لم تكن هناك إنجازات في مجال الصحة. إذا كنت مطلعا على المجال الصحي في موريتانيا والسياسة الصحية والمستشفيات الكثيرة التي تم إنجازها والمعادات التي تم اقتناؤها فابحث عن ذلك. أما أن تستشهد بكون فلان أو علان أخيك أنت أو ابن خالتك تداوى في دكار أو في غيره فهذا ليس دليلا كافيا وليس معيارا أيضا. أنا أربأ بحواركم عن مثل هذا الطرح وعن مثل هذه الأسئلة. سيد محمد الزحاف يقول لك لأن أيضا الأسلوب من ناحية الهجوم على الأشخاص وعلى فخامة الرئيس ليس واردا ولن يقدمنا ولن يقدم أي خدمة للموريتانيين. جيد سيد عليكم محمد أنتم حتى المسؤولية نعود سيد النهوض بمستوى الحوار. أي حتى نعود وننتقل إلى نقطة ثانية دائما في هذا الخطاب. الرئيس يقول أنه عمل أيضا على نشر القيم الإسلامية النبيلة، قيم التسامح والوسطية، مما مكن من رد العديد من أبنائنا إلى جادة الصواب بتحريرهم من الأفكار المنحرفة وإعادة دمجهم في الحياة الاجتماعية السوية. ولا أحد ينكر سيد محمد ولد الزحاف وأنت لعلك أولهم أن موريتانيا فعلا في ظل الرئيس محمد ولد عبد العزيز تنعم بأمن واستقرار
وهذا كنت قد طرحت عليك السؤال سابقا ولم تجبني، مقارنة بدول الجوار ومقارنة بما تعيشه كل الدول جيد تقريبا جيد. يحسب هذا لموريتانيا؟ لا يحسب للنظام، لأن الشعب مثلا شعب أصلا شعب مسالم، وهذا هو سر يعني استقرار موريتانيا. الإرهاب يأتي من الخارج لا يأتي من الداخل. لا الإرهاب يعني موريتانيا أرض شاسعة ومكشوفه، يعني الارهاب لازم يعني لازم يكرر الارهاب لازم تكون عاده في المناطق الجبليه والمناطق يعني الاهل بالسكان، موريتانيا ارض صحراويه وبالتالي الارهاب لا يمكن ان يكون برا من برا يمكن ان يعشش فيها الارهاب، هذا ما تقصده. صعب صعب يعني منطقه صحراويه مكشوفه للعالم. ثانيا الشعب الموريتاني شعب اصلا متسامح وشعب كريم وشعب شعب يعني والشعب يعني قليل 4 ملايين يعني، وهذا يحسب هذا الاستقرار لا يحسب حتى لو كانت على مقربة منها. هناك استقرار، كان هناك استقرار قبل نظام الجنرال عبد العزيز، منطقة متوترة في مالي مثلا، كان هناك استقرار دائما موريتانيا، يعني ما مشكلة استقرار، المشكلة حريات، مشكلة صحة، مشكلة يعني بنية تحتية، مشكلة يعني دكتاتورية يعني قائمة. المشكلة مشكلة حرية يقول لك الشعب الموريتاني. سيد الدهماش سيجيب. المشكلة مشكلة حرية، المشكلة مشكلة ترقية حريات، والرئيس خلال خطابه خلص إلى القول بأن ما حققه خلال السنوات الماضية وكبته انجازات من قبل دعم وترقية الحريات، تقوية دولة القانون، ترسيخ الديمقراطية. ضيفي لا يتفق مع هذا الأمر، كيف ترد على ضيفي سيد محمد الزحاف؟ تفضل. قبل أن نتناول موضوع الحرية، أؤكد أن ضيفك الكريم غير مطلع على الواقع الأمني على الأقل بالنسبة لموريتانيا. سنة 2010-2011 وقعت تفجيرات داخل نواكشوط، أفشلت على مشاريع في مدينة نواكشوط كانت تستهدف السفارة الفرنسية. أيضا تمت عمليات اغتيال داخل الوطن، وتمت هجوم على الحدود الموريتانية من قبل الإرهابيين، بالإضافة أنه كان لدينا في السجون عشرات الشباب المسجونين نظرا لتوجههم التكفيري إلى حد ما، بالطرق المتعددة منها الحوار ومنها الإيواء ومنها استخدام القوة في الوقت المناسب تم التغلب على هذا المشكل الحمد لله، والبلاد الآن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. لا ننسى اختطاف الإسبان بين نواكشوط ونواذيب وتفجير بجانب السفارة الفرنسية. يبدو أن ضيفكم الكريم غير مطلع على الجانب الأمني على الأقل. جاي يجيبك على هذه النقطة قبل أن نتحدث عن مسألة الحريات. سيد ود الدهماش تفضل. لا سأعود إليك سيد ود الدهماش حتى نكمل بما في حديثنا عن ترقية الحريات وترسيخ الديمقراطية. يعني طبعا كما قلت لك أن الشعب مثل الشعب يعني شعب مسالم و و و, و يعني كمعارضة لما لا تقرون ربما بأن هذا الأمر يحسب لا 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 يمكن حسبه. لماذا؟ لأن كما قلنا أنه شعب مسالم والشعب لم يعرف أصلا الإرهاب. لكن يقول لك ضيفي أن موريتانيا عرفت أعمالا إرهابية في ماضي قريب. لا لا كانت هناك عملية واحدة كانت تزامن مع رئيس النظام القطيع، وهناك كانت عملية في الحدود الجزائرية وقيل إنها ترتبط بمافيا المخدرات ومافيا تجارة الوقود. يعني ليس صحيحا، تم اختطاف الإسبان، لكن لا يمكن حساب كل هذا. وماذا قدم الجنرال للموريتانيين في مجالات أخرى؟ مجالات الصحة. حدثني على مسألة الحريات، ماذا كثرت مسألة الحريات حتى يجيبك ضيفي سيد. أين الإشكال؟ الإشكال يقول الرئيس أنه تم مواكبة الإنجازات بدعم وترقية الحريات، تقوية دولة القانون، ترسيخ الديمقراطية. جيد. ما دمنا فتحنا باب الحريات، يعني هناك الآن يقبع أكبر شخصية دولية لحقوق الإنسان، وهو زعيم منتخب محليا، منتخب من طرف الشعب الموريتاني كنائب برلمان. هذا الرجل تم زجه في السجن عنوة وظلما، زعيم حركة إيرا برام الدهابي، وتم يعني وتم تقييده ومنعه من التداوي لأنه عنده فحوصات طبية في الخارج، وإظهاره للعلن أول مرة. هل هذا مثال للديمقراطية؟ إذا كان هناك نائب صورة يعني اشمئزلها العالم كله وسكرها العالم كله، حتى المقربين من النظام تبرأوا من هذه الصور وقالوا ان هذا الرجل انه يعني يجرهم الى 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 الى, إلى كارثه، لان برلماني ممثل للشعب يتم جره وهو مقل يعني مكبد بالقيود.
هذا 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 شيء لم تسبق له مثيل في في الديمقراطيات. هل هذا ديمقراطية؟ يسأل اطرح سؤال على السيد ولدهماش. السيد ولدهماش يقول لك ضيفي بأننا نتحدث حتى يجيبك على هذه النقطة وأعود إليك حتى يكون هناك تفاعل. سأعود إليك. ضيفي يتحدث بأن الحديث جار عن ترقية الحريات ودولة القانون وترسيخ الديمقراطية إلى غير ذلك، ويستنكر هذه الصورة التي ظهر فيها أو بها سيد بيرام ولد داود عبيدي حين تم إخراجه من السجن المدني للعلاج في المستشفى وخرج مكبلا بالأصفاد. يقول هذه ليست الديمقراطية، وربما هذا الأمر يذهب عكس ما أكد عليها الرئيس. هل الأمر كذلك فعلا سيد صالح ولدهماش؟ لا إطلاقا إطلاقا. الرئيس أكد على واقع ملموس معاش في موريتانيا. نحن في موريتانيا خلال هذه العشرية تم ترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال منظومة انتخابية متكاملة تضمن تواكبها حالة مدنية دقيقة وصارمة، عودت الموريتانيين خلال انتخابات متعددة على الإدلاء بأصواتهم بكل حرية، ونتائجها أثبتت في الغالب الأعم أن الشعب الموريتاني متعلق بهذا النظام وبهذا التوجه وبهذا الطيف السياسي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تشهد تقارير منظمة مراسلون بلا حدود أن موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تتبوأ المكانة الأولى عربيا ومكانة متقدمة إفريقيا وعالميا في الدول المحافظة على حرية التعبير من خلال إتاحتها لمختلف الآراء والتيارات الفكرية والرأي والتعبير لحرية التعبير من خلال وسائل التواصل، من خلال وسائل الإعلام السمع البصري التي تم تحريرها بمقتضى القانون 045/2010، وهو الواقع الذي أصبح معاشا بالفعل. صورة بيرام هل بالنسبة للسيد بيرام، بالنسبة للسيد بيرام أداه العبيدي قضيته قضية مثارة أمام القضاء وليس لها أي طابع سياسي، هذا من ناحية. والكل يعرف أنه تعرض لشكاية من صحفي تنابز أو تجادل هو كلاهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المواقع، وهي قضية مثارة أمام القضاء. نحن لا يمكن أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نكون دولة ولا نحترم تخصص استقلال السلطة بعضها عن بعض. لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في عمل القضاء. الصحفي الشاكي منه طلب منه فقط القاضي الاعتذار وهو رفض، هذا يجب أن يعرفه الجميع. والقضية الموقف عليها الآن السيد بيرام ولده العبيدي لا صلة لها إطلاقا بالسياسة ولا بآرائه ولا بموقفه، وهو وغيره من الموريتانيون يدلون بأصواتهم حتى وبآرائهم بكل حرية ولا يتابعون عليها إطلاقا. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى أؤكد أن العبودية التي يتخذ منها شعارا ليست موجودة في موريتانيا. النظام الذي تحدث عنه مسألة العبودية لاحقا سأخصص إليه وجرم العبودية وجعلها اسمح لي هذا الموضوع ذو صلة، وجعلها جريمة لا تتقادم، وأنشأ لها المحاكم وطبقها فعلا وحاربها ودسترها بالإضافة إلى ذلك. أنك تحدثت عن هذا الأمر، حتى أكون السؤال في شقين. أولا يقول لك أن قضية بيرام، سأطرح لك السؤال الأول تدريجيا. القضية الأولى هي قضية بيرام هي مثارة أمام القضاء وهو ليس سجين رأي، يقول لك، ولعل أكبر شهادة أيضا في صالح موريتانيا اليوم هي شهادة مراسلون بلا حدود، ولا يمكن أن نحترم الدولة ونقر بأن هناك دولة وأن نحترم القضاء. أجبني على هذا السؤال قبل أن أسألك على مسألة العبودية. تفضل. الكل في العالم يعرف أن القضاء متعلق المستقل. القضاة أنفسهم قالوا أنهم تمارس عليهم ضغوط قوية من قبل السلطة التنفيذية. الشرطة يعني تقوم بعمليات تعذيب للسجناء ويقولوا أن السلطات الأمنية العليا أمرتهم ذلك. الرئيس الزعيم بيرام داود تم يعني وضع قيود في 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 يدي وقال الحرس إنها أوامر عليا من هرم السلطة. يعني ليست هناك حرية استغلال فقط. يعني أي سجين حين تم نقله لا توضع له الأصفاد، أم أنه ربما لأنه سجين سياسي ربما هذا مزعج أكثر؟ الكل يعلم أنه أن هذه قضية مفبركة، والكل يعلم أن أكثر شخصية احتراما للصحفيين وتقديرا للصحفيين هو بيرام داود، يقدر الصحفيين وأنهم تم يضربون يوميا في نواقشوط، تضربهم السلطة ويعذبون ويمارس عليهم أشكال مضايقات، ولكن نحن هم من ندافع عن الصحفيين. إنها عملية مفبركة، الهدف منها هو
يعني ابعاده من الانتخابات النيابيه، وتم ابعاده وتم نجح ونجح وهو في السجن، والان تضيق عليه لانه هو الشخص الوحيد الذي يمكنه ان يزعج هذا النظام، والشخص الوحيد الذي يمكنه ان يزيح هذا الفرعون الذي جازم على الشعب الموريتاني، الذي بات الكل وحتى الموالين من النظام الموريتاني، حتى الموالين من وهذا الرجل نفسه انت موجود ستجيب الكل حتى المقربين من النظام باتوا يسمعون تصرفاته ويتفضل واعتقد انه اخي سيتبرأ من هذا النظام كما تبرأ من نظامه والطائع، وستبرأ كثير من هذه الابعاد التي ليست لها علاقه بالموريتانيين. هذه تصرفات مشينه للديمقراطيه ومشينه لاخلاق المجتمع الموريتاني الذي هو مجتمع معروف بالتسامح واكبر شخص. يعني وصفك غير مقبول ولعله مشين ايضا حين تحدثت عن فرعون. اعود للسيد صالح ولد هماش يجيبك على هذه النقطة قبل أن نتحدث وغير مقبول أيضا يجيبك على هذه النقطة قبل أن نتحدث عن مسألة العبودية. سيد صالح والدهماش تجيب ضيفي لو سمحت خاصة في هذه المسألة. يقول لك قضية برام مفبركة من أجل إبعاده من السباق السياسي، تفضل. المفبرك حقيقة هو محاولة الاستفادة والقفز على قضية العبودية في موريتانيا. هذه القضية أنا كما قلت ليست موجودة إطلاقا. موريتانيا تعاني من مخلفات الرق وآثاره الاجتماعية، هذه الآثار التي لا يمكن أن تمحي إلا بالوقت وبالعمل الجاد والدؤوب والصارم، والذي قام به هذا النظام ليس من أجل مطالب برامة أو غيره، ولكن نظرا لإيمانه العميق بدولة القانون وبضرورة الحرية والمساواة والكرامة لكل المواطنين الموريتانيين. برامة سيد برامة العبيدي معروف لدى كل الأوساط الموريتانيين، معروف أنه يقتات على هذا الموضوع، يحاول أن يظهر به، يحاول أن يستغله سياسيا. سيد صالح والدهماش ضيف يقول لك أن هذا الكلام لا يليق بتاتا، الحديث وتقزيم سيد برام والقول بأنه يقتات على هذه القضية. نسحب الكلمة لأن الكلام لا يليق، وسأل شخصية يعني شخصية دولية ووصف غير لائق. سيد والدهماش حتى تجيب سليم. لا لا أنت من البداية أنت من البداية لم تتحدث إلا بالكلام الواطي المحط حين تصف الرئيس. أنت هو المحط. نتجاوز. لا 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 نتجاوز أرجوكم. أنت لا تعطينا دروسا في الاحترام أنا قلت يستغل القضية. وهذا لا يقارن. سيد الدهماش. هذا لا يقارن بما قلته أنت. سيد الدهماش. لا لا أرجوكم من عليك إدارة الحوار. حتى لا نتجاوز أرجوكم الخطوط الحمراء. سيد الدهماش انا قلت يستغل قضية سياسيا، وهذا ليس فيه مساس ولا يقارن اطلاقا مع مستوى الكلمة الواطي المنحطة التي تحدثت. نتجاوز وانا اجبت على هذه الكلمة واجبتك ايضا سيد الدهماش. تبقت ثلاث دقائق على ذلك، الان هو يتركني اجيب. انا بالنسبة لرايي عن السيد الداو البراء اي تفضل سيد الدهماش. مسألة العبودية تفضل، والتي تحدث عنها الرئيس بإثارة النعرات العرقية بث التفرقة نشر خطاب الكراهية العنف. يقول الرئيس عملنا على ترسيخ الوحدة الوطنية وتدعيم اللحمة الاجتماعي في هناك في موريتانيا من يستغل هذا الموضوع لبث الكراهية وللتفرقة ولنكء الجراح بدلا من النظر إلى المستقبل ومحاولة التغلب على آثار الرق. حقيقة ما الذي يمكن أن يقام به أكثر من تجريم العملية وتسترتها وإقامة المحاكم والعمل عليها جاد واستهدافها وتمييزها التمييز الإيجابي بالمشاريع التنموية المضرة للدخل والهادفة إلى ترقية هذه الشريحة الهشة التي عانت فعلا من الظلم ونحن نستنكره ونعمل على التغلب عليه. نعم. الرئيس يقول سيد محمد الزحاف وقفنا بثبات في وجه أولئك الذين يسعون إلى إثارة النعرات العرقية وبث التفرقة بنشر خطاب الكراهية والعنف، فعملنا على ترسيخ الوحدة الوطنية وتدعيم اللحمة الاجتماعية. هل تعتبر أن هذا الخطاب وهذا الكلام موجه لكم أنتم مباشرة في حركة إيرا، وهل هو صحيح؟ باختصار الكلام يوجهه لنا، ولكنه وجهه لكم تعتبرون، ولكنه ليس في محله، لاننا في حركه إيرا يعني
انفتحونا وانفتحنا على 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 كل الموريتانيين، والدليل على ذلك يعني 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 التحالف اللي ابرمته حركه ايران مع حزب الصواب الخلفيه العربيه القوميه العربيه يعني البعثيه، يعني انفتاح ومددنا يد يد يعني التشاور مع المعارضه وكل اشكال اصناف الطبقه السياسيه الموريتانيه، يعني نحن منفتحون. الذي هو الشخص الذي او النظام هو من يعني يلعب على التفرقه ويلعبوا على على نشر كراهيه يعني تفرقه الشعب الموريتاني حتى يتمكن من السيطره على 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 زمام زمام يعني فرقه السود. نحن الكل يشهد فرقه السود يعني وانه ونحن كلما حاولنا التقارب من الجميع، كلما حاولنا لم الشعب الموريتاني و و و و و و يعني جاء نظامه بيحاول ان يكسر هذا التقارب. لا تستغلون قضيه غير موجوده العالم وتستثمرون كله فيها دوليا. سؤال لا العالم كله مجموع بما فيها النظام نفسه على وجود العبودية موريتانيا، والولايات المتحدة أيضا عقبت موريتانيا عقبت كل منظمة الدولية رمزيا حتى نقول وهم نفسهم يتناقضون بإنشاء محاكمة لمحاكمة المتهمين في 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 العبودية. يعني ليست هناك إرادة يعني تناقض بين تناقض بين إنشاء محاكم وترسانة قانونية كبيرة يعني للفراغ للفراغ. هذا التناقض. هو يقول انه ليس هناك عبوديه وليس هناك اضطهاد لشريحه الحاطين هي اكثر بالنسبه اكثر شريحه في موريتانيا، وفي نفس الوقت يبنوا محاكم ويعني ويقوم بسن ترسانه قانونيه من احسن الترسانات القانونيه، لكن الاراده السياسيه غالبا القانون القانون موجوده. باختصار دقيقه واحده دقيقه واحده دقيقه دقيقه في 10 ثواني ليست دقيقه ثواني. اقول هنا أن كل الذين الآن يطبلون لنظام عبد العزيز هم نفسهم الذين سينقلبون عليه في المستقبل وسيشتمونه وسيوبخونه ويتبرؤون منه كما تتبرأ ضيفكم حينما يغادر. سيد صالح طبعا لأنه سيد صالح والدهماش باختصار شديد كلمة الختام لك باختصار شديد لو سمحت، الوقت دهم. أنا أؤكد أن ما جاء في خطاب الرئيس فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز غيض من فيض، أن ما أرساه خلال هذه العشرية غير قابل للحصر وغير قابل للتعداد، إنما راكم الإنجازات على أكثر من صعيد. إن أؤكد من خلال قناتكم المحترمة أننا في الأغلبية متمسكون به نهجا وممارسة وأسلوبا وسلوكا وسياسة. أشكركم. حتى من أي موقع كان. ونعتذر لكل من ربما طالته كلمات بدت جارحة خلال هذه النشرة، آسف إن حدث هناك أي تجاوز مشاهدينا الكرام، آسف أيضا من ضيفي ولكل من يشاهدنا عبر أقمار الصناعية. من نقشوط السيد صالح ولد دهماش القيادي في الأغلبية الحاكمة والمستشار الإعلامي لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة، كل شكر جزيل لك أيضا. سيد محمد الزحاف الناطق الرسمي باسم مبادرة انبعاث الحركة للعتقية المعروفة اختصارا باسم حركة إيرا، شكرا جزيلا لكما، كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.